جود مورنينج، اليوم رح ناخد كيف نطلع ال number of tens، ال number of hundreds، وال number of thousands. أخذنا أول شيء in the number، عنا هيدا ال number there are، قد عنا هون units، عنا ال 53 units. كيف يعني هون؟ أنتو عندكم ال 3 هي ال unit، هي ال digit unit ال 3، فبس بدك تحكوا عن نمبر فبتحسبوا من الاول لتوصلوا للديجيت. اوكي طيب، بالنسبه لتاني وحده، انتم عندكم الديجيت اوف 10 هي ال 8. ال 8 هو الديجيت اوف 10، هو اول عدد بعد الفاصله. اذا بدنا نحكي عن النمبر بنحسب من الاول لنوصل للديجيت، يعني 5 3 بنحسب 8، 500 بتطلع 38 10. بالنسبه لل 100 قلنا الديجيت اوف 100 هو 2، التو هو الديجيت اوف 100، بس هون انا بدي النمبر اوف 100. بنحسب من الاول لنوصل للديجيت، يعني 5 3 8 2، ناخذهم كلهم. طيب بالنسبه للديجيت اوف 1000، الديجيت هو 9، هو ثالث عدد بعد الفاصل هو 9. اذا بدي احسب انا نمبر، اذا بدي احكي نمبر فبحسب من الاول لاوصل لعند الديجيت اوف 1000. اوكي number of thousands بيكون نحسب 5 3 8 2 9. خلونا نشوف هيدا التيبل. هيدا التيبل هو عبارة عن النمبر 13 اللي اخذ معكم homework، بس على الكتاب الفرنش السؤال مختلف من عندكم. انا غيرت لكم السؤال لانه بعتقد هني حسب مثل كتاب الفرنش هن المزبوط معاهم. انتم غلطين، مش معقولي بس يسأل عن الديجيت لل 100 والديجيت لل 10، معناتها السؤال ما في شيء يعني. كان طيب هون خلونا نقرا السؤال. عندكم هون النمبر، عطانا ديسمال نمبر، العدد اللي فيه فواصل. هون اول خان هون ديجيت اوف 10، النمبر اوف 10 مش مبينين كثير، ديجيت اوف 100 والنمبر اوف 100. طيب اذا جينا لاول شيء، ديجيت اوف 10 هو العدد اللي بعد الفاصله هو 9. طيب هو عبارة عن رقم واحد. الـ number of tenth بنحسب من الأول لنوصل لعند الديجيت، يعني 2 1 9. الـ digit of hundredth هو تاني عدد بعد الفاصلة هو 5. إذا بدي أحسب الـ number of hundredth بحسب من الأول لأوصل لعند الديجيت، يعني 2 1 9 5 لأوصل لعند الديجيت. كمان نفس الشيء، هلا الـ digit of tenth وعدد بعد الفاصلة هو 1، هون 7 1 من الأول لنوصل لعند الديجيت. الديجيت اوف 100 هو الفور، هون بنحسب من الأول لنوصل لعند الديجيت اللي هو الفور. هون الديجيت اوف 10 هو 6، هون النمبر هو اوف 10 بنحسب من الأول لنوصل لعند 6، يعني هي ذاتها 06 يعني ايكوال 6. اوكي 0 على الشمال هون ما له قيمة. الديجيت اوف 100 هو تاني عدد هو 8، الـ number of 100 نحسب من الأول لنوصل للـ 8. كمان الصفر هي ما إلى إيه. هون الـ digit of 10 هو الـ 4، الـ number هو 04، digit of 100 هو 3، digit عم نحكي يعني رقم واحد، تاني عدد بعد الفاصلة، الـ number هو لنوصل لعند 3. لو حكي بده مثلا هون، لو بده الـ digit of 1000 إنا 5، الـ number of 1000 كنا حسبنا 0 4 3 5. ديجيت اوف 10 لاخر وحده هو 2، النمبر اوف 10 هي 6 حب منها 2، ال 100 ديجيت لل اوف 100 هو 0، والنمبر بنحسب لنوصل لل 0 من الاول. يعطيكم العافيه.